خرج الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز البالغ من العمر 87 عاما والحائز على جائزة نوبل للآداب من المستشفى حيث كان يعالج منذ ثمانية أيام في مكسيكو لإصابته بالتهاب رئوي إلا أن وضعه يبقى هشا. ويعود ظهور غارسيا ماركيز العلني الأخير إلى السادس من آذار مارس عندما شوهد عند باب منزله في جنوب مكسيكو حيث يقيم منذ أكثر من ثلاث 30 عاما لاستقبال صحافيين أتوا لزيارته بمناسبة عيد ميلاده وفي السنوات الأخيرة حد الكاتب من مشاركته في مناسبات عامة ومن تصريحاته بسبب وضعه الصحي المتراجع